السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعة. افضل الصلاة والسلام، صلوا على النبي يا جماعة، واللي صلى على النبي دايما كسبان. احنا قلنا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، عليها افضل الصلاة والسلام. نصلي مرة كمان. طب احنا نصلي 100,000 مرة. عليها افضل الصلاة والسلام. بصوا يا جماعة، معلش انا مش مركزة منكم. معانا ايه بقى ايه النهاردة؟ صينية بطاطس، ومعانا صينية بصل. فراخ بالبصل. ايوه الحقني، عشان انا النهارده معانا صينية خارج نتاكل خدمة، او كل واحد صينية رز بالشام. التحدي على ايه؟ التحدي على صينية الرز وعلى نص الفرخة والبطاطس عادي براحتنا، لان البطاطس الكمية ما شاء الله. ايه؟ بسم الله. نبدأ بقى. بسم الله. نستني لها عشان نشوف. بالله عليكم تصلوا على النبي، ما تنسوش تحطوا الله. بطاطس مكسرة على سخنة، نصلي على النبي ونقول يا رب يا رب يا رب تكسبي يا شوش. شكرا شكرا من القلب على تشجيعكم لنا، يا احلى اخوات. بصوا الدوبان، بصوا بصوا الحلوة كلها فوق دماغنا. الله الفراخ دي عنا. عايز اقول لكم صينية البطاطس عايزة تتاكل حاف. اكل كامل يا بطة. طعم ايه بقى؟ ده يبقى دوبان كمان. ايه الحلاوة والطعمة دي علي؟ تقولش بونبوني. تقولش شوكولاتة. ديت احلى من الشوكولاتة. الفراخ ديت محمد شويه في الفرن عندنا في البيت، انا طالبها منها هي تعملها تشويه. عايز اقول لكم يا دوبك. والله ما هو كلام. تسلمي انت. بصوا بتطلع ازاي، مش مستحمله. الله تسلم ايدي. كتر منها يكسب. فراخ مشوية في البيت بتتاكل ايه؟ والله لا لا لا، مش قد الكلام ده. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بقول لك حاجة، ايه؟ حاجة معمولة بمزاج عالي. يا روقانة. بيهزر وعايز يكسبني. هيهاتن. هيهاتن. ده الطبيعي. هتشوف. أنا مستني. فين زمان. أيام ما كنت ضعيفة، أيام ما كنت قسم بطاطا. صح والله، كنت عايز أعمل معاك تحدي.
ده بصل. شفت التحدي بتاع البيض؟ احنا هنعمله فول سوداني. ليه طالعين على شجرة؟ على فكرة نقرود. يهزر. بيتعمل على كمية. أردوكوا حاجة؟ بقشروا. بقشروا؟ هيكسروا. أه والله. أه. بس بناكله ونبلعه بقشره. لا. بس ايه؟ عشان الكميه ما بتبقاش كبيره عليك مثلا كيلو وكيلو. ايه رايك؟ اقول لكم حاجه؟ انا من النوع ان الفول السوداني ده بيشبعني كانه اكل. كانه اكل مش عارفه مين زي كده يعني ناكل حبه قد كده كاني كلته وشبعت. بس ما انت هتكسبني. بيشبعني جامد مش عارفه ليه. انا مش شايف فول السوداني. اه عايز بقى يقعد على الكيلو ما يكفوش. فانت هتبقى كسبان كسبان. طب على ايه؟ عند الفول احلى من الفستق والكاجو والحاجات دي. اه والله سبحان الله يا مزاجات. حد ده ايه الحاجات دي؟ حد ده ايه ده؟ انت محمد النهارده بيقول لي والله في شمومه نص كيلو مكسره. اللي خلصك من ربنا اعمله فين؟ من صاحبي؟ وده؟ والله؟ والله بجد؟ والله. بص يا جماعه انا النهارده ما ينفعش اعرف. ليه بقى؟ ليه؟ اولا عامله اكل مليون المين. تسلم لي بألف عام. فما ينفعش اعرضك بصراحه بجد. وبعدين انت سمحتيني الفيديو اللي فات. مش انا قلت لكم هقدم السبت هلاقي حد والاثنين والثلاثه والاربعه. بس انا اساسا مش علشان سمحتيني علشان الاكل الحلو اللي انت عاملاه ده. اقول لك حاجه يعني انا اصلا مفيش صحه تعك. مفيش قلب. وبصوا يا جماعه انا اسفه اقسم بالله. انا فعلا معرفش مالي. انا مهبطه لدرجة أنا كويس أنا قعدت على الأكل. لو مش التصوير مش هتقعد. والله ما هاكل. والله العظيم بجد كانت تعبانة فعلا. بس هي بصراحة فأنا مهبطة فعلا. النهاردة إن شاء الله بقى إيه؟ سماح عشان خاطر هي. سماح ولا نوال؟ بالله عليكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. أسفة سامحوني أنا مش عايزة والله أطلع لكم بمنظري ده. بس قسما بالله أنا مهبطة فعلا مهبطة. بس خلي بالك أنا مكمل. كمل يا حبيبي بألف هنا على قلبك. لكن أنا الحمد لله والله. لو عجبكم الفيديو حطوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.